الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تقدر علاقاتها بالأشقاء وأن سياسة القاهرة تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع بالداخل والخارج. مدبولي ورئيس مجلس النواب الأردني يشددان على ضرورة ترجمة مشروعات آلية التعاون الثلاثي مع العراق عملياً على أرض الواقع. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى أكثر من 21 ألف قتيل، والأمم المتحدة تثمن موقف مصر كأول فريق للدعم والإغاثة يدخل سوريا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة. وفي مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، قال الرئيس السيسي إن الحكومة مستعدة لطرح المزيد من الشركات بالبورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص الذي يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في ذلك الإطار بعد أن تحقق الهدف الرئيسي من هذه الشركات في توفير الإنتاج. أنا بقول الكلام ده لحضراتكم وللناس اللي في مصر كلهم، الكلام ده معروف لينا يعني دكتور مصطفى عارفه، وزير المالية عارفه، والكهرباء عارفه، لكن ساعات بيبقى فيه محتاجين ان احنا نقول ده ونأكده. طبعا. ليه؟ عشان يقولك يعني الفرصة اللي الجهاز واخدها مش واخدها الناس التانية. ممكن تكون الكلام ده في حاجات في بعض الموضوعات. يعني ايه؟ يعني في القدرة على ان هو للنفاذ لتنفيذ القرار ممكن يبقى اسرع، لكن ده مش معناه على حساب المنافسة الحقيقية في تكلفة الانتاج والتشغيل. تمام، مش كده يا وليد؟ زي القطاع الخاص. انا حبيت بس اقول دي، ومع الوضع في الاعتبار برضو تاني، احنا منزلين يا دكتور مصطفى شركتين مش كده للاطروحات، ومستعدين ننزل كل الشركات. وانا قلت الكلام ده من يمكن سنه ونص ولا سنتين، ومش بس كده، وبرضو مستعدين للشراكه. تمام يا فندم. وبالتالي لما يجي النهارده يبقى معانا قطاع خاص هيضيف، اكيد هيضيف حوكمه اكتر، اداء افضل. فاحنا ما عندناش مشكله في ان احنا كدوله، مش بس حتى في الجهاز يا دكتور، لا احنا بنتكلم حتى في كل مؤسسات وشركات القطاع العام. كما اوضح الرئيس السيسي انه لا يتم عمل اي شيء غير مطابق للمواصفات العالميه وسلامه الغذاء. وخلال افتتاح المرحله الثانيه من مدينه سايلو فودز، اشار الرئيس السيسي الى انه لا يتم التعامل مع شركات الداخله في التغذيه المدرسيه الا اذا كانت تعمل وفقا للمعايير. اذا كنا عايزين نحقق توازن في اسعار المنتجات اللي هي الاغذيه بالذات لكل المواطنين بكل شرائحها، فاحنا محتاجين يكون عندنا عدد اكبر من الكميات المطروحه ديت، وده امر درسوه. حاضر. بس احنا بنقول كده ليه؟ لان انت النهارده لما بتلاقي مثلا في نقص او معروض، نقص معروض في وقت معين، فالنقص ده لو كان في عندنا منتجات، المنتجات دي بتقعد بالشهور في المحفوظه، ما فيش فيها مشكله ومعموله طبقا، واحنا دايما واحنا بنتكلم بنقول ان اي حاجه هتتعمل طبقا لمعايير الصحه العالميه وسلامه الغذاء، مش كده؟ وهي سلامه الغذاء، فده موضوع ما فيش فيه كلام. يعني حتى الشركات اللي داخله في التغذيه المدرسيه، عشان ده كلام بقوله لكل الناس تسمعوا معانا، معمول حساب ان لا يمكن الشركه دي بيتم اقرارها ويتم التعاقد معاها الا اذا كانت سلامه الغذاء تقر بان هي حققت المعايير. قال الرئيس السيسي إن الدولة لديها خطة لزيادة حجم إنتاج الزيت بدلا من الشراء من الخارج. وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمدينة سايلو فودز الصناعية الغذائية أن الحكومة تعمل على تشجيع المستثمرين لإقامة مناطق لوجستية لمصر والمنطقة، وأكد أن السلع الأساسية والاستراتيجية متوفرة ونحافظ على توفير الاحتياطيات اللازمة باستمرار. الحاجة موجودة، وإحنا
شفافين جدا معاكم وصادقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حاجه. لما بيقول موسم القمح وموسم الرز وموسم البنجر والقصب، ده معناه ان حتى لو انت شايف النهارده 4.5 شهر للقمح، ده معناه ان الانتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده، واحنا محافظين على الست شهور رغم ان ده بيكلفنا اعباء مليانة. انا عايز اقول لكم كلمه ست شهور معناها ان انا بقى احبس او احجز فلوس لمده ست شهور، صح كده؟ يعني بشتري واحطهم في المخازن، مش كده يا دكتور؟ صح يا فندم. ده اللي احنا بنعمله. ده تكلفه كبيره جدا في ظل اللي احنا بنشوفه في العالم كله، لكن لا باس، احنا مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتقابلنا. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقدر دوما علاقاتها مع الأشقاء ولا تنسى وقوفهم إلى جانبها، مشيرا إلى أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع بالداخل والخارج. وقال الرئيس السيسي في مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز، قال إننا حريصون كتوجه دولة على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع، داعيا إلى الابتعاد عما يسيء إلى تلك العلاقات. احنا سياسة مصر دايما سياسة بتتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل وفي الخارج. وبالتالي أنا عايز أقول إن أنا بتابع مواقع التواصل وبشوف إن ساعات بيبقى فيه يعني حماس زيادة أو حتى مش عايز أقول تجاوزات يعني في الكلام وفي كده. أنا بتكلم على مش بتكلم على موضوعات محلية، أنا بتكلم على موضوعات خاصة بعلاقتنا مع أشقائنا، وده أمر يا جماعة ننتبه ليه كويس. طب إحنا هنمشي ورا بعض المواقع المغرضة اللي عايزة تعمل فتنة بيننا وبين الأشقاء؟ إحنا علاقتنا طيبة بالجميع، وده منهج احنا ماشيين بيه مش النهارده. احنا بقالنا من يعني منذ تولية المسؤولية ده مسار انا بننتهجه كدولة، حتى في الازمات وفي الخلافات مثلا كبيرة كنتوا شايفين ان احنا دايما يعني ما فيش تصريحات سلبية ابدا ومنضبطة جدا، وبالتالي ما يصحش ان احنا يعني نسيء لأشقائنا، ومش هقول نسيء بقى، وما ننساش ما ننساش وقفة أشقائنا معانا. فين لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم.
هذا وقد توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية ضمت رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين والعاملين بشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية. وقد تم التقاط الصورة عقب الجولة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس لافتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز. وقام الرئيس السيسي بجولة تفقدية في عدد من مصانع مدينة سايلو فودز واستمع إلى شرح حول قدرات المصانع وخطوط الإنتاج بها. استقبل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمكتبه رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له. وفي مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي على رسوخ وتاريخية العلاقات الأردنية المصرية خاصة على مستوى القيادة السياسية للبلدين الشقيقين، مؤكدا على دعم الأردن الكامل للموقف المصري العادل في قضية سد النهضة. كما دعا رئيس مجلس النواب الأردني إلى تفعيل عمل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية لتكون رافدا إضافيا لتعزيز العلاقات الثنائية. تم تشكيل لجنة أخوة برلمانية أردنية مصرية، وإن شاء الله ستكون هذه اللجنة مشتركة بين البلدين. علاقتنا مع مصر تاريخية وأبدية، لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما هي عبارة عن لقاءات قمم، بنسق دائما قضايا الأمة العربية. عمرها مصر ما كانت تبخل على دعم أي دولة عربية. نتمنى أن نكون دائما بأحسن حال، وستكون لقاءات قادمة مكثفة بين البرلمانات الثلاثة الأردني. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على قوة علاقات الأخوة والتقدير التي تجمع الرئيس السيسي والعاهل الأردني، مشددا على ضرورة البناء على هذه العلاقات. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي برئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، حيث أكد ضرورة مواصلة جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي وتعميقها. وأكد مدبولي على الدور المهم للمجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين، وأشار رئيس الوزراء إلى التعاون القائم بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، مشددا على ضرورة مواصلة الدفع باتجاه ترجمة المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي إلى مشروعات فعلية على الأرض. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة. ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة بهدف وضع خريطة طريق لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة لتحفيز القطاع على التصدير للأسواق الخارجية. واطلع رئيس الوزراء على جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة لخطة التنفيذ المرحلي لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وكذلك على جهود العمل على توطين صناعة عدد من الأدوية بمصر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالمضي في تنفيذ المشروعات التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة. في إطار دورها الاجتماعي، نظمت وزارة الداخلية عددا من ورش العمل للتوعية بمخططات إسقاط الدول بحضور ممثلين من مختلف فئات المجتمع. استكمالا لسلسلة ورش العمل التدريبية التي تعقدها وزارة الداخلية للتوعية المجتمعية بمخططات إسقاط الدول وكيفية مواجهتها،
نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من ورش العمل التدريبية في هذا الإطار تحت عنوان مواجهة مخططات إسقاط الدول لطلبة الجامعات وممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والطفولة والأمومة والأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين. الباحثين أو اللي حضروا اللي بيحضروا هذه الندوة وبينقلوا التجربة أو الثقافة التي تعلموها حول كيفية الحفاظ على الأمن القومي المصري بصورة علمية مفيدة، بيقدروا أن هم يوصلوها لزمايلهم ولقطاعات الشعب المختلفة اللي إحنا بنتعامل معها. الشباب ذخيرة المجتمع المصري وذخيرة أي مجتمع، فمهم جدا صقل خبراتهم من ناحية، ومش فقط توعيتهم يعني توعيتهم، لكن أيضا صقل خبراتهم بخبرات السابقين عليهم. أحمي أبنائي وأحمي وطني بأن أنا أفهمهم إيه اللي بيحصل، وده دور الفن ودور علماء الاجتماع ودور علماء النفس. طول الوقت بنقول ان من المهم للغايه اننا نشتغل على حاله الوعي، لان هو ده القادر، السلاح الوحيد على القادر على مواجهه اي مخططات او مؤامرات بيتم حياكتها ضد الدوله. حقيقه نشكر هذا الجهد الكبير الذي تقوم به وزاره الداخليه حينما قمنا بالمشاركه في هذه الدوره، الدوره 21 في تثقيف طوائف الشعب المختلفه لكي تبرز لهم أهمية هذا الوطن مصر أمانة في أعناقنا. تطرقت ورش العمل إلى موضوعات عدة لتنمية وعي المشاركين فيها بأهمية مواجهة والتصدي لمخططات إسقاط الدول، وفي مقدمتها مفهوم حروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل والشائعات والحروب النفسية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي المجتمعي وإثارة الرأي العام. ورشة العمل هي كانت مفيدة جدا بالنسبة لنا كشباب، وهي كانت مواضيعها مهمة جدا وكانت كتير، منها مثلا الإشاعات، منها نازل نتعامل معها وحروب الجيل الرابع. دورنا ان احنا كل اللي احنا استفدناه في الورشة دي وفي الأكاديمية ان احنا نبثه في الشباب اللي حوالينا كلهم، ان احنا نبثه في الأجيال القادمة. احنا عندنا في الكلية ان شاء الله هنبدا ان احنا، وفي الجامعة برضو هنبدا ان احنا نعمل دورات تدريبية بحيث ان احنا ننقل اللي احنا استفدناه من هنا للطلبة عندنا في الجامعة وبرضو الجامعات التانية. وقد أشاد المشاركون بثراء ورش العمل وموضوعاتها ذات الأبعاد القومية والأمنية، والتي تتسم بأهمية كبيرة تسهم في تحصينهم ضد الأفكار الهدامة والتشكيك في الثوابت الوطنية، مؤكدين قدرتهم الآن عقب هذه الورش على التفاعل والتصدي لمحاولات التشكيك في الثوابت وتزييف الوعي. اتعلمنا فيها حاجات كتير واستفدنا معلومات كمان كتيرة، اتضح لنا أن الجهاز الأمني المصري واعي وصاحي وموجود ويقدر يحميها. التدريب ده بيعلمنا ازاي نحافظ على مصر ونحميها، بيعلمنا ازاي الخطط الإرهابية اللي كانت بتحاكى للدولة ازاي ان احنا نتصدى ليها، بيوعينا كتير جدا على حاجات احنا ممكن نكون ما كناش عارفينها وما خدناش بالنا منها، بالعكس ادونا معلومات كتيرة مهمة جدا وموضوعات كانت شيقة. ان شاء الله باذن الله يكون في دورات اكتر اقدر استفيد معلومات اكتر، ان شاء الله باذن الله نقدر نساعد احنا كمدنيين في الأماكن اللي بنشتغل فيها في الجهاز الحكومي وفي الشارع في المدرسة في البيت، نقدر أن احنا نواجه كل المخططات التهدف مصر. ورش العمل هذه تأتي إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية المشاركة في تنمية الوعي المجتمعي للمواطنين بكافة القضايا التي تمس الأمن القومي وإحباط مخططات استهداف مقدرات الأوطان وثوابتها الراسخة على مر العصور والأجيال. الحمد لله على السلامة.
بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسلت مصر مساعدات طبية عاجلة لتركيا وسوريا لمجابهة آثار الزلزال. وأقلعت 5 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم أبناء شعبي تركيا وسوريا في محنتهم ومساعدتهم في تخفيف آثار الزلزال المدمر الواقع بالدولتين والذي أدى إلى حدوث آثار تدمير كبيرة بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين. أقلعت 5 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر. هذا وأعرب المسؤولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية. Assistance from Egypt and what can I say? It's a moment to remember for quite a long time. We deeply appreciate it. Thank you so much. دعم الأشقاء وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية والأصدقاء. الحقيقة نستطيع أن نكون أقوى في معالجة تداعيات هذه الحادثة المدمرة والأليمة. نأمل دائما أن نكون إلى جانب بعضنا البعض وهذا هو رهاننا وأملنا في المستقبل. ويعد الدعم المصري المقدم للجانبين التركي والسوري تأكيدا على أهمية الدعم الإنساني لمجابهة حوادث الظواهر الطبيعية بما يسهم في دعم علاقات الترابط والتآخي بين الشعوب لتجاوز المحن. إلى هذا ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى أكثر من 17,000 قتيل وأكثر من 64,000 مصاب. وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إجلاء أكثر من 28,000 شخص من الولايات المتضررة جراء الزلازل، مشيرة إلى أن البلاد سجلت أكثر من 1,300 هزة ارتدادية حتى الآن. يأتي هذا فيما تتواصل عمليات الإنقاذ للبحث عن ناجين جدد تحت الأنقاض. We'll be right back.
وفي سوريا ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى نحو 4000 قتيل وأكثر من 5000 مصاب. يأتي هذا بينما تتواصل عملية الإغاثة والبحث عن نادين تحت الأنقاض في ظل ظروف طقس سيئة وإمكانات ضعيفة. هذا وسمنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر جهود القاهرة في عمليات الإنقاذ بسوريا. هذا وقد دخلت أول قافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعد وقوع زلزال إلى شمالي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن القافلة تتضمن أغطية ومستلزمات للمأوى ومواد إغاثة أساسية، مشيرة إلى أن تلك المساعدات تغطي نحو 5000 شخص وتعهدت بتنظيم قوافل إضافية. وأكدت المنظمة أن الطرق المؤدية إلى معبر باب الهوى وهي نقطة العبور الوحيدة من تركيا قد تضررت بشدة جراء الزلزال، وهو ما أثر مؤقتا على قدرة الأمم المتحدة على استخدامه. من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا من أكبر الكوارث الطبيعية في المنطقة، مشيرا إلى أن عدد الضحايا يتزايد بشكل مضطرد. وأشار الأمين العام إلى أن آلاف المباني في الدولتين انهارت، ما تسبب في معاناة عشرات الآلاف في ظل ظروف الشتاء القاسية. وأوضح غوتيريش أن القافلة التي دخلت سوريا في وقت سابق من اليوم مؤلفة من 6 شاحنات تتضمن الخيام وغيرها من مواد الإغاثة، منوها إلى أن العمل جار لاستكشاف جميع السبل الممكنة لإيصال المساعدات لكل المناطق المتضررة. وطالب غوتيريش بفتح نقاط حدودية إضافية في سوريا لإدخال المساعدات للمنكوبين. There is enough on the table to cease hostilities now and seriously negotiate now. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. زيلينسكي يطالب أوروبا بمزيد من الدعم العسكري، والمجلس الأوروبي يعتبر الأسابيع القادمة حاسمة في مسار العمليات. أكد وزير الخارجية سامح شكري على التطلع إلى استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وتونس، فضلا عن التنسيق والتشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. خلال اتصال هاتفي بين شكري ونظيره التونسي نبيل عمار، قدم شكري التهنئة له على توليه مهاب منصبه، متمنيا له كامل التوفيق والنجاح في مهامه، معربا عن تطلعه للقاء شقيقه وزير خارجية تونس في أقرب فرصة ممكنة. وخلال الاتصال أعاد شكري التأكيد على كامل دعم مصر لاستقرار وأمن ورخاء تونس الشقيقة. تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية صربيا إيفيتسا داتشيتش، حيث ناقش الوزيران عددا من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها قدما، والتأكيد على أهمية استمرار البناء على زيارة رئيس الجمهورية إلى صربيا العام الماضي، مع الإشادة بتطوير العلاقات الاقتصادية. كما ناقش الوزيران التعاون القائم بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية وسبل تعزيز الدعم المتبادل فيما بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية إنه تم الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة وتيرة التنسيق والزيارات المتبادلة خلال المرحلة القادمة. التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي محمد حمدان دقلو، وذلك لبحث عدد من القضايا. المحادثات تركزت على سبل تعزيز العلاقات السودانية الروسية، لا سيما التعاون في مجالات البنية التحتية، بالإضافة إلى علاقة الخرطوم بدول الجوار مثل وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الشكر للاتحاد الأوروبي ومواطنيه على المساعدات التي تتلقاها أوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة العملية العسكرية الروسية، وذلك قبل حضور قمة لزعماء التكتل لطلب المزيد من الأسلحة. وقال زيلينسكي أمام البرلمان الأوروبي إن قوات بلاده التي تقاتل الجيش الروسي تدافع عن أوروبا، ودعا إلى مزيد من الدعم العسكري الأوروبي لبلاده، فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه سيرسل المزيد من الأسلحة لكييف. ويزور زيلينسكي بروكسل في إطار جولة قادته إلى عواصم أوروبية يسعى من خلالها إلى دفع القادة الأوروبيين إلى تزويد بلاده طائرات وأسلحة بعيدة المدى لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد روسيا. وحذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في أعقاب لقاء القادة الأوروبيين بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الأسابيع القادمة يمكن أن تحسم مسار الغزو الروسي. وقال ميشيل إن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون على الأرجح حاسمة، وحان الوقت لتقديم الدعم الكامل لأوكرانيا. est en cours de discussion et nous veillerons à ce que là aussi on puisse faire preuve de cohérence faire preuve de fermeté aussi pour veiller. ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ المساعدات المقدمة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها في الحرب الجارية وتوسيع حلف الناتو. وخلال اجتماعه مع ستولتنبرغ بمقر وزارة الدفاع الأمريكية، قدم أوستن الشكر للأمين العام للناتو على جهوده لتشجيع وحدة الحلف في مواجهة التحدي من روسيا. من جانبه تقدم ستولتنبرغ بالشكر لوزير الدفاع الأمريكي على قيادته لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي تنسق وتحشد الدعم الشعبي الأوكراني. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيقوم بزيارة رسمية لموسكو غدا الجمعة. وأضاف ريابكوف أن موسكو تخطط لإجراء مناقشة مفصلة مع غروسي حول إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا، إلى جانب التطرق لجوانب أخرى من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفقا للتقرير، قال ميخائيل أوليونوف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، قال إنه لم يتم إحراز تقدم ملموس بشأن المشاورات حول إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوريجيا النووية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تقرير مدونة الصحفي الأمريكي سايمور هيرش، والذي يتهم فيه الولايات المتحدة بتنفيذ تفجيرات خطي أنابيب نورث ستريم 1 و2، يؤكد الحاجة إلى تحقيق دولي في الأمر. شدد بيسكوف على أن التحقيق بيحتاج إلى اهتمام دولي، معربا عن استغرابه من أن هذا التقرير لم يلقى تغطية واسعة في الإعلام الغربي، وأشار إلى أن العالم يجب أن يعرف الحقيقة بشأن من يقف وراء هذا الفعل التخريبي، وصفا الأمر بأنه سابقة خطيرة جدا. وأضاف أن التقرير يجب أن يخضع للتحليل، لكنه اعتبر أنه من الخطأ اعتبار التقرير المصدر الرئيسي للمعلومات. أقرت المفوضية الأوروبية تقييما أوليا إيجابيا لطلب سلوفاكيا بصرف 709 ملايين يورو في شكل منح في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن خطة التعافي والقدرة على الصمود لسلوفاكيا تغطي مجموعة واسعة من تدابير الاستثمار والإصلاح المنظمة، وسيتم دعم الخطة بمبلغ 6 مليارات يورو في شكل منح، وقد تم دفع 823 مليون يورو منها إلى سلوفاكيا كتمويل مسبق في 13 أكتوبر 2021، وتم صرف 399 مليون يورو أخرى في 29 من يوليو الماضي، وذلك بعد التقييم الإيجابي لأول طلب دفع. دعا رئيس سريلانكا إلى تحلي الشعب بالصبر وسط أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد، ووعد الرئيس السريلانكي بأوقات أكثر ازدهارا في المستقبل، متعهدا بزيادة الرواتب في ربعين الثالث والرابع من العام الجاري. أزمة اقتصادية كبرى تواجه سريلانكا، وموجة تضخم هي الأكبر في تاريخ البلاد، انعكست في صورة تدني لافت للعملة وارتفاع مضطرد لأسعار السلع الغذائية. رئيس البلاد دعا الشعب إلى التحلي بالصبر وسط أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد، وفي محاولة لامتصاص حالة الغضب إثر الأزمة الاقتصادية الكبيرة، وعد رئيس سريلانكا موظفي الحكومة بالحصول على رواتب إضافية في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري مع منح امتيازات للقطاع الخاص. واضطرت الحكومة في سريلانكا إلى اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية وتنفيذ تدابير لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية مثل زيادة الضرائب. هذا وواصل معدل التضخم في سريلانكا ارتفاعه إلى مستويات قياسية، إذ سجل 73.7% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ويشار إلى أن سريلانكا مفلسة فعليا، وعلقت سداد ما يقرب من 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة هذا العام في انتظار نتيجة المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الإنقاذ، وقد تجاوز الدين الخارجي للبلاد 51 مليار دولار، منها 28 مليار دولار يجب سدادها بحلول عام 2027. كما أدت أزمة العملة في سريلانكا إلى نقص في المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية والغاز، وأجبرت الاحتجاجات الحاشدة العام الماضي الرئيس السريلانكي السابق على الاستقالة من منصبه والفرار من البلاد. أعلنت الصين أن الاتهامات الأمريكية بشأن منطاد صيني حلق فوق الولايات المتحدة ترقى إلى حد حرب معلومات ضد الصين. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماونينغ أن المنطاد الكبير غير المأهول هو منطاد مدني للأرصاد الجوية، وقد خرج عن مساره بطريق الخطأ، وأن واشنطن بالغت في رد فعلها بإسقاطه. هذا وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن المنطاد الصيني الذي جرى إسقاطه قبالة ساحل كارولاينا الجنوبي يوم السبت كان جزءاً من برنامج يشمل عدداً من هذه المناطيد تشغلها الصين منذ عدة سنوات. وقال مسؤول الإعلام في البنتاغون إنه عندما مرت بالونات مماثلة فوق الأراضي الأمريكية في 4 مناسبات خلال إدارتي ترامب وبايدن لم تحدد الولايات المتحدة على الفور أنها بالونات مراقبة صينية، لكنه أضاف أن التحليل الاستخباراتي اللاحق سمح للولايات المتحدة بتأكيد أنها جزء من جهود التجسس الصينية، ورفض تقديم أي تفاصيل جديدة عن تلك البالونات السابقة، لكنه أشار إلى أن البالونات حلقت فوق المواقع التي قد تهم الصينيين. أفادت وسائل إعلام رسمية بأن كوريا الشمالية تستعرض قدرتها على إنتاج الصواريخ خلال عرض ليلي، وكشفت عن عدد أكبر من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بالمقارنة مع أي وقت مضى، وألمحت إلى سلاح جديد يعمل بالوقود الصلب. وأكدت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية تمضي قدما في برنامجها للصواريخ الباليستية، وأنها اختبرت إطلاق عشرات الصواريخ المتطورة العام الماضي على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي.
강한 지세를 과시하며 사회주의를 위하여 중국과 인민을 위하여 신념과 자신감이 넘쳐있는 총대들이 휘날리고 있습니다. بمظهر لافت يشبه إلى حد بعيد مظهر مؤسس البلاد الراحل كيم إيل سونغ، كان ظهور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العرض العسكري الضخم لجيش بلاده تزامنا مع الذكرى 75 لتأسيسه. بيونغ يانغ حاولت انتهاز فرصة العرض العسكري والاحتفال الخاص بتأسيس الجيش لإظهار حجم جديد من قواتها عبر عرض صاروخي باليستي جديد عابر للقارات فضلا عن أسلحة أخرى. الوكالة الرسمية للبلاد وصفت عرض الصواريخ بأنه استعراض لأكبر قدرة هجوم نووي تملكه كوريا الشمالية. صور الأقمار الصناعية كشفت عن عرض بيونغ يانغ مجموعة من الصواريخ الباليستية الجديدة بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ 17 على منصة إطلاق متنقلة. وعلى الرغم من أن العديد من الصواريخ لا تزال مجهولة الهوية حتى الآن، فقد أثار بعض المراقبين احتمالا أن تكون قائمة الصواريخ التي تم عرضها تشمل صواريخ تعمل بالوقود الصلب تطورها كوريا الشمالية مؤخرا. وأقام النظام الكوري الشمالي 13 عرضا عسكريا بما في ذلك العرض الأخير منذ أن تولى كيم السلطة بعد وفاة والده في أواخر عام 2011، حيث يؤمن كيم أنه من أجل السلام الدائم والازدهار والتنمية يجب تطوير قوة عظيمة. لتعلن بيونغ يانغ جاهزية قواتها التي تحتفل بخمسة وسبعين عاما على تأسيسها. اختتمت أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية فلسطين بمدينة الخرجة بمحافظة الوادي الجديد، والتي استمرت أعمالها لمدة يومين، حيث تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان على المواطنين بالقرية. وضمت القافلة أطباء استشاريين في مختلف التخصصات الطبية. يأتي هذا في إطار توجيهات الدولة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في القرى النائية والمحافظات الحدودية. اختتمت أعمال القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية التابعة لإدارة القصير الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استمرت على مدار يومين. ووقعت القافلة خلال يومين الكشف مع صرف العلاج بالمجان ل 982 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي القرى ومدن محافظة البحر الأحمر. والآن متابعة الأهم الأخبار الاقتصادية. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا محمد وإلهام، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. بدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تنفيذ المشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي. وأوضح رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المشروع البحثي يتضمن 18 ورشة عمل تتناول عددا من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وصانع القرار في مصر. ويستهدف هذا المشروع تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود.
عقدت أعمال الدورة 11 بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة وزير المالية الموريتاني إسلام ولد محمد بادي. تعقد هذه الدورة بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وممثلي منظمات العمل العربي المشترك. يناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال والنظر في مشروعات القرارات بشأنها وإقرارها والبت في البنود المرفوعة من كبار المسؤولين. ويتضمن جدول الأعمال 21 بنداً تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. اليوم حصلنا على قرار بالإجماع بالجامعة العربية من الإخوة الوزراء للطلب من شركاتهم الخاصة والقطاع الخاص العربي بالإضافة إلى الصناديق العربية الداعمة والحكومات لدعم هذا المؤتمر للاستثمار في القدس وإيجاد فرص عمل وعمل شراكات مشتركة فلسطينية عربية لدعم القدس والحفاظ على عروبة القدس ومنع تهويد القدس. اليوم كان لي الشرف أن سلمت الرئاسة، رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الشقيقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. هي كانت مناسبة حقيقة استعرضنا فيها ما أنجزناه خلال الفترة الماضية وخاصة بعد الاتفاقيات التي تمت إجازتها من طرف المجلس والمتعلقة بالأمن الغذائي وبالضمان الاجتماعي وبمسار الاتحاد الجمركي العربي وبمسار كذلك منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. ترأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز للعام المالي 2023-2024 عبر تقنية الفيديو كونفرنس. ووجه وزير البترول بأهمية الالتزام بالتوقيتات والإسراع بتنفيذ أهداف الموازنة الموضوعة، خاصة أنها أوضحت أن هناك 1.5 مليار دولار استثمارات في مجالات الإنتاج وتنمية حقول الغاز سيضخها شركاء مصر من الشركات العالمية، مما يدعم التوسع في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج ويدعم استمرار تحقيق عوائد الغاز التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. أنهت البورصة التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والمصريين وسط تداولات مرتفعة. وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.98 من الألف تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 3.93 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 17613 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.71 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 2879 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 2.4 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 4365 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعد أن سجلت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أعلى مستوى في شهور ووسط دلالات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يواصل رفع أسعار الفائدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 96 من المئة في المئة إلى 84.4 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 77.61 دولار. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.9% إلى 2.84 دولار للتر. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي وذلك بنسبة 0.1% لتسجل 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباطأ التضخم في ألمانيا خلال شهر يناير إلى أدنى مستوى منذ 5 أشهر بفضل مزيد من المساعدات الحكومية لتخفيف العبء على الأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة. وكشفت وكالة الإحصاء الألمانية عن تراجع نمو أسعار المستهلكين إلى 9.2%
9.6% في يناير الماضي مقارنة ب 9.6% في ديسمبر. يأتي هذا في حين رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية، ووعد بمثلها في اجتماعه المقبل في مارس القادم. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وإلهام، إليكم من جديد. شكرا ليلى على هذا العرض. اختتم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورته 12 بمؤتمر صحفي أعلن خلاله جوائز المسابقة المختلفة، وعقب السلام الجمهوري لمصر وقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا. وخلال إعلان توزيع الجوائز، وقع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ولأول مرة بروتوكول تعاون بين مصر والسنغال وكوت ديفوار لترميم الأفلام الأفريقية وإحياء التراث السينمائي الأفريقي. وكانت الفكرة قد نشأت خلال ندوة حفظ التراث السينمائي الأفريقي. بالنسبة لنا نحن بلجنة التحكيم شفنا 6 أفلام، ف طبعا في جميل وفي في في جميل جدا وفي المتوسط وفي يعني السينما هي دائما في بتحب او ما بتحب، شايف يعني اشياء شخصية، ولكن مستوى كان جميل ومستوى حلو ومتنوع. طبعا انا مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه ليه مكانه في قلبي كبيره، لان هو بيجمع مخرجين وصناع افلام من القاره الافريقيه، بنتجمع كلنا هنا بنتفرج افلام بنبادل افكارنا، فبيحصل يعني نوع من انواع المشاركه الجميله. وجود يعني صناع افلام من افريقيا كلها هي حاجه بتلهمني انا وبتحمسني اني اعمل مشاريع تانية، وخصوصا لما بتلاقي ان احنا كلنا كصناع افلام في افريقيا فاهمين افلام بعض وحاسين قوي المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها، وده بيعمل ترابط كده، بنحس ان احنا كلنا واحد. يعني فكره مهرجان الاقصر اعتقد ان هي حاجه مهمه جدا جدا، لان هي بتعمل كونكشنز ما بيننا كدول افريقيه. اعتقد ان انا للمره الثالثه بحضر المهرجان، بقى عندي صديق في كل دوله افريقيه، ودي حاجه مهمه جدا، بنعرف اكتر عن السينما بتاعتهم وهم بيعرفوا اكتر عن السينما بتاعتنا، فده شيء يعني عظيم جدا من التواصل. قابلنا الدوره دي سليمان سيسي المخرج المالي العظيم اللي كان ليه افلام في مهرجان كان، ودي حاجة مهمة جدا يعني كلنا كأفارقة أعتقد نفخر بيها يعني. والآن مع أخبار الطقس واستعراض الحالة الجوية مرة ثالثة وأخيرة مع ليلى عمر، تفضلي ليلى. شكرا لكما، ونتابع معكم أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 18، الصغرى 10، الإسكندرية 17-11، مطروح 16-9، بورسعيد 17-9، الإسماعيلية 18-9، السويس 17-9، العريش 17-8، طابة 17-10، شرم الشيخ 23-14، الغردقة 23-14. نتحول إلى الأقصر العظمى فيها 24، الصغرى 9، أسوان 24-11، الوادي الجديد 23-7، شلاتين 26-16، وأخيرا حلايب 24-14. والآن أستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وأترككم الآن مع أبرز لقطة لليوم. انتهت نشرة التاسعة، وإلى التذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تقدر علاقاتها بالأشقاء، وأن سياسة القاهرة تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع بالداخل والخارج. مدبولي ورئيس مجلس النواب الأردني يشددان على ضرورة ترجمة مشروعات آلية التعاون الثلاثي مع العراق عملياً على أرض الواقع. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى أكثر من 21 ألف قتيل، والأمم المتحدة تثمن موقف مصر كأول فريق للدعم والإغاثة يدخل سوريا. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع شفقي المنيري. مساء الخير يا شفقي. مساء الخير محمد عبده، مساء الخير يا إلهام، وأهلا وسهلا بكم. حلقة النهاردة إن شاء الله مميزة وفيها فقرات كتير متنوعة زي العادة دايما كل يوم خميس. إن شاء الله تبقى مميزة إن إحنا ندفي الناس، لأنه الأجواء برد جدا. فجأة خرجنا من يناير، كنا يعني قلنا خلاص الشتاء بقى نسينا، لكن يبدو إن إحنا هناخد إيه دورنا في الشتاء في شهر فبراير يعني. فأتمنى إنه أحيانا تقول إنه الفقرات ممكن تعمل نوع من أنواع تسلية والدفء النفسي، ولا إيه إلهام؟ أنا مش قادر أتكلم البرد. أكيد يعني بيبقى الاستوديو أكيد أبرد، بس أنا عايزة أقول لكم أنا كنت في الأردن بصور، لا ده إحنا بالنسبة للي حاصل هناك إحنا في نعمة، لأن يعني درجات الحرارة هنا معقولة جدا يعني. يعني إحنا ربنا بس يكون يعني في عونهم. يعني لازم برضو يعني عايزة أقول يعني نفكر بشكل مختلف في البرد، احنا في نعمه مهما كان. احنا طبعا الحمد لله الحاصل في شايفين في تركيا وفي طبعا سوريا طبعا وصعوبه الانقاذ بسبب الطقس والاحوال الجويه، يعني بتخلي الواحد يقول يعني مهما حصل احنا جوده الحمد لله. الحمد لله وربنا يا رب مؤمنة وأمنك وأمانك، والحمد لله راضيين بهذا الطقس والجو. وربنا كده يرفع عنا أي بلاء وابتلاء يا رب، يديم علينا نعم ويا رب دايما كده. أكيد أكيد هننضم كده لصفوف المشاهدين ونتابع حلقة مميزة بإذن الله. كل التوفيق لك. هحاول أنا نوع في الأخبار بقى بشكل اجتماعي شوية عشان نعمل برضو توازن معاكم يعني. هنتابعك ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. انت محظوظ طبعا معاك الهام النهارده اكيد. بشكرك محمد عبده زميلنا العزيز، عزيزتي الهام بشكركم، وبشكر كل صناع نشره التاسعه التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا نبدا التاسعه، تفضلوا.